أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي اليوم أيها الأخوة هو السيد عبد الله فدعق، الداعية الإسلامي السعودي. حياك الله يا سيد. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيد، بداية سأنتقل إلى تقرير نشر قبل فترة غير بعيدة في صحيفة الواشنطن بوست، يتحدث عن يعني صعود الصوفية في المملكة العربية السعودية. هذا التقرير يتحدث عن السيد عبد الله فدعق، فيجعله، خليني أقرأ لك النص إذا سمحت لي. يقول أن السيد فدعق ذو 39 عاما أصبح يظهر كرمز جديد للصوفية في الحجاز. ماذا فعل السيد عبد الله فدعق ليكون رمزا للصوفية في الحجاز؟ طبعا أخترك، أنا سعيد بوجودي معك في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. لكن دخول مباشر في الإجابة على هذا السؤال يمكن من شقين أنا حابب أجاوب عليه. أول شيء نعرف الصوفية ما هي، حتى يعني يظهر أن ربما أنه دخل فيها ما ليس منها. فالصوفية وباختصار شديد هي الركن الثالث من أركان الدين الإسلامي، لأنها معتمدة على الإحسان، الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الركن الثالث من أركان الدين، والصوفية هي تطبيق عملي له. لفظة الصوفية أو مصطلح الصوفية أو التسمية هذه، يعني أنا لا أحب أن أغوص فيها كثيرا، لأنه دخل فيها بس ما ليس منها. إحنا نعرف أنه الركن الثالث يعني بعد الشهادتين الصلاة لا، أنا قلت الركن الثالث من أركان الدين، ما قلت الركن الثالث من أركان الإسلام، لأنه عندنا الدين يرتكز على 4 أركان. الركن الأول الإسلام وله أركان 5، ثم الركن الثاني الإيمان وله أركان 6، ثم الركن الثالث الإحسان، ثم الركن الرابع علامات يوم القيامة. لما دخل سيدنا جبريل وسأل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم الإحسان، ثم سأله عن علامات يوم القيامة. من هذا الباب أنا أقول إنه أركان الدين 4: الإسلام، الإيمان، الإحسان، ثم علامات يوم القيامة. الإسلام 5، الإيمان 6، والإحسان الذي شرحت يعني باختصار، ثم علامات يوم القيامة. يعني كأنك تفرق بين الدين والإسلام. لا، نتكلم على كمصطلح، يعني هذه اللفظة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل الإسلام والإيمان. يعني بينهما خصوص وعموم. بالضبط. جميل. لكن خلينا نقول أن الصوفية هي الركن الثالث، التطبيق العملي للركن الثالث من أركان الدين اللي هو الإحسان. دخل فيه ما ليس منه أو ما هو، هذا يحتاج طبعا إلى تفصيل كثير. التعريف الذي ورد في حديث جبريل، نعم، للإحسان كان تعريفا واضحا وبسيطا وغير معقد. هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت تقول أن هذه هي الصوفية، لأن الصوفية أستاذ تركي مظلومة ومجهولة. إذا تسمح لي في هذه العبارة، مظلومة لأن الناس ما عرفوها ولا يعني وصلوا إلى تعريف محدد لها، ثم مجهولة لأنه دخل فيها ما ليس منها. فهذا جاهل يتكلم عنها، وهذا لم يعرفها يتكلم عنها، والمطلوب أن تؤخذ من أصحابها. في انطباع مبدأ يسمح لي يعني أن أقوله، ربما تركزت السينما ساهمت في صناعته، ربما أنه الصوفية مرتبطة بالدروشة. أنا أعتذر يعني من هذا، لكن لا بأس، لا بأس، لكن هذا المفهوم موجود. صحيح، كما ارتبطت مثلا مذاهب أخرى بأشياء أخرى. يعني مثلا الرجل الذي ذبح الذمي في الرياض ووضع رأسه في الثلاجة، هو عملها باسم مذهب فكري معين إسلامي. هل أقدر أقول إنه أصحاب المدرسة، مذهب القاعدة، مذهب القاعد، أو خلينا نقول يعني نكون واضحين أكثر، نقول إنه المدرسة السلفية هي تنادي للعنف؟ طبيعي لا. فدخل فيها ما ليس منها، وكل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. جميل. فالصوفية ما لها علاقة بالدروش أبدا، يعني دخل فيها ما ليس أي شيء ممكن يدخل فيه عادي جدا. ما الذي ساهم في صناعة هذه الصورة النمطية للصوفية أن ترتبط بالدروشة في تقديرك؟ يعني غالبا الصور النمطية تبنى على أسس، هو العلم عن طريق، أو يعني العلم عن طريق الجهلاء، والعلم بدون مستوى فكري معين، وإعطاء الناس، بيع عقلك لغيرك، هذا يخلي الإنسان درويش ويخلي الإنسان جاهل. وهذا المبدأ مفروض أنه ما يكون فيه في التصوف، الذي على الأقل عرفناه من مشايخنا ومن علمائنا. التصوف أيضا من الصور النمطية المشهورة، أنه العالم أو رجل الطريقة، أو في الغالب يسلم كل المقاليد، ففي أشبه ما يكون ببيع العقل له. صحيح، وأنا عشان كذا قلت لك أنه الصوفية ما هي هكذا.
أن الإنسان الأشياء لا يضرها السلخ بعد الذبح ويسلم الإنسان نفسه عقلا وفكرا لغيره، هذا ما يعتبر من التصوف. ولذلك يعني في مقولات كثيرة جدا. هل يمكن أن نقول سيد بأنه في صوفية غالية وفي صوفية غير غالية مثلا؟ غالية من ناحية المغالاة ولا غالية من ناحية الثمن؟ من ناحية المغالاة. ممكن كما أن في السلفية، كما أن في أي مذهب آخر، كما أن في الإسلام بشكل عام، يعني في إنسان تغالى حتى في تعريف الإسلام عند الغير وعمل كل عمل باسم الإسلام، والآن نجني ثمرات المسلمين الذين لم يفسروا طيب الإسلام. هل أنتم يعني أنت الآن تتحدث عن صوفية مختلفة فيما يظهر؟ لا، أتكلم عن صوفية هي امتداد لمدرسة موجودة وتعلمناها من مشايخنا وتعلمناها من أهلنا على الأقل في الحرمين الشريفين. وهي أن الصوفية تطبيق عملي لمدرسة الإحسان، ودخل فيها ما ليس منها. وأن الصوفية وش الأشياء اللي دخلت فيها ما ليس منها؟ هي الدروشة، هذه العبارة التي يعني نسمعها من غير، أن الصوفي درويش، وأن الصوفي يبيع عقله لغيره، وأن الصوفي خزعبلات، وهذا أمر ليس من الصوفية. طيب شيء طبعا. أيضا من ضمن الأشياء التي يعني تتهم بها الصوفية هي أنها تحمل الكثير من تقديس الأشخاص، مع أن الإسلام جاء لينزل العلاقة يعني بين العبد نعم وربه من أي وسط من الوسائل. صحيح، كأنه هذا يعني أجبت عني في مسألة أن أنا أعتبر رمز من رموز الصوفية. يعني شيء غريب أن أنا طبعا أول مرة أسمع أن أنا رمز من رموز الصوفية. لعلك قرأت التقرير الذي ورد في الواشنطن بوست يتحدث عن هذا. الحمد لله ما قالت أنه أنا الرمز الوحيد يعني أو الرمز الأوحد، قالت أنه ظهر. يمكن كان في حديث بعد وفاة السيد محمد علوي مالكي عن الذي كان رمزا بارزا للصوفية في الحجاز. بعد وفاته رحمه الله كان هناك يعني حتى قراءة للمشهد من قبل وسائل الإعلام، من سيخلف السيد محمد علوي مالكي في هذه المكانة؟ ربما لا يوجد منصب رسمي لهذه الوظيفة، لكنه يعني يوجد أشبه ما يكون بوجود رمزي. على أي حال، مولانا السيد رحمة الله عليه لن يخلفه شخص واحد. يعني أحب أطمن جميع المهتمين بمسألة الخلافة أنه السيد لن يخلفه شخص واحد، والسيد ما كان إلا امتداد لمدرسة، مدرسة الحرمين على الأقل. فشيوخه شافعية وشيوخه حنفية وشيوخه من الحنابلة، يعني مثلا جدي يعني السيد حسن فدعك كان شيخ لمولانا السيد، وهذا موجود في كتب السيد، وهو كان مالكي وجدي شافعي، أنا شافعي درست